إلى ملف الصحراء الغربية الآن والموقف الإسباني المتحول والمثير للاستهجان والاستغراب والجدل حول القضية الصحراوية العادلة، حيث تستعد مختلف الكتل البرلمانية الإسبانية بمجلس نواب غدا الاثنين لتقديم طلب مثول رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لتقديم توضيحات حول التغيير الذي عبر عنه في موقف الحكومة فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية.